بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. كل أمة تحتاج إلى مجموعة من القواسم المشتركة. هذه القواسم تمثل رموزاً لوحدة الأمة وإطاراً تلتقي فيه كل نشاطاتها وفعالياتها وتمنع طاقاتها عن التشتت والتبعثر. رموز الوحدة هذه على نوعين: النوع الأول رموز الوحدة المادية، هنالك رموز مادية للوحدة. ما هي هذه الرموز؟ هذه الرموز عبارة عن الأرض، الجغرافيا، الاقتصاد، الأصل الواحد وما أشبه ذلك من هذه العناصر المادية. الأمة الألمانية يجمعها الأصل الواحد، وكانت الدعوة في ذلك العهد تبتني على أن هذا الأصل الواحد يجمعنا جميعا ويفرقنا عن غيرنا. الأمة اليهودية تعتمد على قومية، هذه القومية القومية اليهودية، الأصل الواحد الذي يجمعهم. هذه رموز مادية للوحدة. ولكن من الواضح أن هذه الرموز لا تعبر عن واقع الإنسان ولا تعبر عن واقع الكون. ما هي قيمة الأرض؟ وما هي قيمة الجغرافيا؟ وما هي قيمة الأصل الواحد؟ هذه قضايا لا دخل للإرادة الإنسانية فيها، أمور تفرض على الإنسان من فوق وليس للإنسان أي خيار في ذلك. هنالك نوع آخر من رموز الوحدة، وهي الرموز المعنوية. الرموز المعنوية يعني الدين الواحد،
الإله الواحد، القبلة الواحدة، الفكرة الواحدة، هذه كلها رموز معنوية تجمع الأمة وتحفظها عن التشتت والتفتت. من جملة رموز الوحدة المعنوية في الإسلام المسجد. المسجد يشكل مركزا مهما ورمزا مهما من رموز وحدة الأمة. أنتم لاحظوا هذا المجتمع الذي نعيش فيه، إذا جردت هذا المجتمع من مساجده، إذا جردت هذا المجتمع من حسينياته، إذا جردت من مؤسسات الاجتماعية، فما هو الرابط الذي يبقى في هذا المجتمع؟ أحدهم يسير ذات اليمين والثاني يتجه ذات الشمال، كحبات مسبحة انفصم خيطها. هذه المراكز تشكل رموز لوحدة الأمة. المسجد يجمع جميع القطاعات، يأتي الفقير ويأتي الغني ويأتي العالم ويأتي الجاهل ويأتي الرجل والمرأة، كلهم يقفون بخشوع أمام إله واحد وأمام قبلة واحدة وتجمعهم فكرة واحدة. هذا رمز من رموز وحدة الأمة. هذه الظاهرة ربما أصبحت مألوفة بالنسبة إلينا نحن المسلمين. القضية طبيعية جدا، تأتي إلى المسجد وتقف في أي مكان كان يوجد هنالك مجال وتقول الله أكبر. ولكن الذين لم يعيشوا هذه الأجواء ولم يألفوا هذه الأجواء يتحسسون قيمة هذه الظاهرة العجيبة. الأفراد الذين أسلموا في الغرب أول ما لفت انتباههم هو هذه الظاهرة. عندما يدخل في المسجد يجد أن الجميع أتوا إلى هذا المسجد يتجهون إلى اتجاه واحد، وجهة واحدة، من دون أن يوجد هنالك أي فرق. لا يوجد لا فرق خارجي، والأهم من ذلك لا يوجد أي فارق نفسي وحاجز نفسي دون ذلك. يعني الغني المليونير عندما يقف ويقف بجنبه الرجل الفقير لا يشعر بأن كرامته قد أهينت، يتلقى هذا الوضع تلقيا طبيعيا. الوحدة ليست فقط في المظهر وإنما في أعماق النفوس أيضا. الإسلام انطلاقا من هذا المنطلق ومن منطلقات أخرى أيضا اهتم بالمسجد اهتماما هائلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل المدينة ما هو أول عمل قام به في المدينة؟ هل بنى المؤسسة السياسية؟ هل بنى المؤسسة الاقتصادية؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بأن المسجد أساس لكل شيء، أساس تبنى عليه المؤسسة الاقتصادية وأساس تبنى عليه المؤسسة الاجتماعية وأساس تبنى عليه المؤسسة الحربية. أول شيء بحث عن أرض، كلف بعض الصحابة
قال لهم اذهبوا ابحثوا عن أرض للمسجد. ذهب الصحابة وجدوا أرضا كانت قد ملأتها مياه مستنقعة، الأرض كانت مستنقعة. ساوموا أصحاب الأرض، قالوا لا نأخذ شيئا على هذه الأرض، هي منا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء هؤلاء فأبى النبي صلى الله عليه وآله وقال لا أأخذ هذه الأرض إلا بثمن. ذهبوا إليهم فباعوا تلك الأرض بعشرة دنانير، الدينار يعادل مثقال من الذهب، المثقال المتداول الآن عبارة عن 24 حمصة، المثقال الشرعي يعادل 18 حمصة، 10 دنانير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى بها أرض المسجد، نظفت أرض المسجد، أخذ المسلمون ينقلون الأحجار من الصحراء لبناء هذا المسجد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شارك بنفسه في بناء هذا المسجد، كان يذهب إلى الصحراء وينقل الأحجار الثقيلة بنفسه ويأتي بها لبناء ذلك المسجد. علي صلوات الله وسلامه عليه بنفسه شارك في بناء هذا المسجد، كان يحمل الأحجار الثقيلة ويأتي بها وهو يرتجز ويقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. هنالك مجموعة دائما هنالك أفراد يتفرجون يقفون على التل، لماذا؟ لأن الوقوف على التل أسلم. كان هنالك جماعة يقفون على جانب ويتفرجون على المسلمين، لم يحركهم ولم يهزهم منظر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل الأحجار بنفسه، لكي يكونون بعيدا عن الغبار. علي صلوات الله عليه كان يقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا، يبتعد عن الغبار لا يشارك في هذا الجهد. أخذ عمار يرتجز بهذه الأبيات، الرجل واسمه مذكور في التاريخ غضب من ذلك وأخذ عصاه وأخذ يهدد بها عمارا. عندما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هذا أول مسجد بني على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام عندما تطالعون الروايات الواردة تجدون أن المسجد له حرمة كبيرة عند الله. المسجد لا تشوفون أنه مجموعة من الأحجار، مجموعة من اللبنات وضعت بعضها على البعض. المسجد بيت الله، المسجد رمز وحدة هذه الأمة، لذلك الإسلام يدعو الناس إلى بناء المسجد، إلى الحفاظ على كرامة المسجد، إلى الدفاع عن المسجد، إلى التواجد بشكل مستمر في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى مسجدا في الدنيا
أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة 40,000 عام مدينة في الجنة. الله سبحانه وتعالى خيار مطلق والقابل المفاض عليه، يجب أن يعيش في تلك الدنيا حياة أبدية، يجب أن يعيش في تلك الدنيا إلى ما لا نهاية له. يحتاج ليس فقط إلى هذا، وإنما يحتاج إلى أكثر من هذا. الله سبحانه وتعالى يعطيه بكل شبر من هذا المسجد الذي بناه مسيرة 40,000 عام، يعني 1,000,000 عام. إذا أنت سرت 1,000,000 عام، مساحة هذه الجنة مساحة يمشى فيها 1,000,000 عام من ذهب وفضة ودر وياقوت ولؤلؤ. هذه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كونوا في الدنيا أضيافا. لا تتطور النام على إقامتك، عندما تذهب في فندق تعلم أنك تعيش مؤقتا في هذا الفندق، شلون تتعامل مع هذا الفندق؟ كن في هذه الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيوتا. الإنسان شو يسوي في بيته؟ يلازم بيته، يقضي أوقاته في البيت. بدل أن تقضي وقتك في البيت اتخذ المسجد بيتا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة. يحشر الناس يوم القيامة، هنالك بعض الأفراد بيدهم لواء، بيدهم علم. من هم هؤلاء الأفراد؟ يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنة. أول من يدخل الجنة أصحاب الألوية. من هم هؤلاء؟ ألا هم السابقون إلى المساجد بالأسحار وغيرها. في وقت السحر ينهض من مخدعه الدافئ ويأتي إلى بيت الله يتلو القرآن بالأسحار وغيرها. الذين يسبقون الناس إلى بيوت الله في هذه الدنيا هم الذين يسبقون الناس إلى جنة الله في الآخرة. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أبا ذر. في حديث أبو ذر يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقول له: بأبي وأمي يا رسول الله، كيف تعمر مساجد الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لاحظوا اهتمام الإسلام بالمسجد من كل الأبعاد والنواحي، لا ترفع فيها الأصوات. إذا ذهبت إلى لقاء ملك من ملوك هذه الدنيا، هل ترفع صوتك في بيته أو تلاحظ كرامة بيت الملك؟ بيت الله أعظم من بيت الملك، لا ترفع فيها الأصوات. التكلم في المسجد ينبغي أن يكون همسا ولا يخاض فيها بالباطل، لا يغتاب فيها الناس. واترك اللغو ما دمت فيها، لا يتكلم حول زيد وعمر وما لا يجدي في دين ولا دنيا. فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك، لأن هنالك نتيجة مهولة للذين لا يراعون هذه القواعد. حديث آخر،
إذا عملت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، إحدى هذه وارتفعت الأصوات في المساجد. هذه هي كرامة المسجد عند الله، هذه هي أهمية المسجد عند الله. كيف تهان كرامة المسجد؟ المسجد الذي له هذه العظمة، في الروايات إن المساجد تشع لأهل السماء كما تشع النجوم لأهل الأرض. أنت عندما تقف في الليل تلاحظ نجوم السماء، نجمة تضيء هنا ونجمة تضيء هنالك. الملأ الأعلى، الملائكة عندما يتطلعون إلى الأرض، ما هي مواطن الإشعاع في الأرض؟ مواطن الإشعاع في الأرض هي المساجد. من كل مسجد يخرج هنالك نور يراه الملأ الأعلى ويضيء لأهل السماء. المسجد الذي له هذه المنزلة وله هذه العظمة وله هذا المقام عند الله، كيف تنتهك حرمة المسجد؟ كيف يأتي مجموعة بالمعاول وبالأسلحة ويداهمون مسجدا من مساجد الله ويهدمون ذلك المسجد؟ على ماذا تدل هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة لها دلالة واحدة، وهذه الدلالة أن الناس استضعفونا. لو لم نكن ضعفاء هل كان يمكن أن تنتهك مقدساتنا؟ لو لم نكن ضعفاء هل كانوا يجرؤون أن يأتوا في وضح النهار وأمام الأعين ويصنعوا ما صنعوا؟ أبو العلاء المعري رجل كان يعتقد بعدم جواز تناول لحوم الحيوانات، هذا مذهب يعتقد به مجموعة في الهند، مجموعة يعتقدون بأنه لا يجوز تناول طعام الحيوانات، لحوم الحيوانات. أبو العلاء المعري كان يذهب إلى هذا الرأي. في يوم من الأيام تمرض، جاءوا له بطعام، مد يده إلى الطعام، لمس الطعام لأنه لم يكن يبصر، فرأى هنالك فروج دجاجة صغيرة، فخاطب هذا الفروج وقال له: استضعفوك فوصفوك، فهلا وصفوا شبل الأسد؟ لماذا لم يصفوا شبل الأسد؟ لماذا وصفوا الفروج؟ لأن الفروج لا يوجد هنالك من يدافع عنه، بينما شبل الأسد يقف الأسد في عرينه ويدافع عنه. لماذا كنائس النصارى لا تداهم؟ لماذا بيع اليهود لا تداهم؟ لماذا مساجدنا، حسينياتنا، مؤسساتنا، علماؤنا هم الذين يتعرضون للانتهاك؟ إنهم استضعفونا لأننا أصبحنا ضعفاء. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم من كل مكان كما تتداعى الأكلة على القصعة؟ هل رأيتم القصعة عندما يحاصرها الرجال من كل جانب ويتناولونها ولا يلقون منها شيئا؟ تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على المائدة. قيل: يا رسول الله، أو من قلة نحن؟ قال: كلا، وإنما غثاء كغثاء السيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.